كنفرح بزاف في هاد لي زوبورتونيتي باسكو لي زارتيست اخيرا ولات عندهم واحد لا فالور في المغرب سورتو لي زارتيست اللي كيهضروا على لي كليشي طابوهات الحوايج اللي دائما عندنا حشومه وطبيعه الحال على البروجي اللي انا مسميه حشومه. بالنسبه لوضعيه المراه في المغرب نقد نقول باللي هي احسن من وضعيه المراه في بلدان اخرى الا بغينا نهضروا على بزاف البلدان الاخرين، ولكن كيبقى يعني بزاف القوانين كيدافعوا على المراه، ولكن فاش كنمشيو للمجتمع كنلقاو بزاف ديال لي تراديسيون باقيين اللي كيشيئوا المراه، كيفاش الراجل كيشوف المراه، كيفاش خصها تبقى دائما واحد الانسان اللي خصو يحافظ على الشرف ديالو، خصو المراه خصها تبقى دائما كتلبي الرغبات ديال المجتمع ديال الراجل. فانا بالخدمه ديالي كنحاول نضح بهادشي، يعني كنحاول نرد المراه يا واحد الانسان اللي قادر يدير يعيش كما بغى ماشي باش يبان زوين قدام الاخرين. التحرش في المغرب ما يعني ما عرفتش علاش كلشي كيقول فاش كنرسم شي حاجه على التحرش يقول لي هادشي ما كاينش، ولكن انا مثلا فاش كنخرج مع البنات ولا فاش كنخرج بوحدي كنتعرض للتحرش دائما، وهذه واحد الحاجه اللي فهمت يعني حنا كنساء عندنا الحق نخدموا لسباس بوبليك يعني وعندنا الحق نخدموا ترونسبور بوبليك بلا ما نبقاو مديرونجين بالهضره ديال واحد اخر. وفاش كنتحرشوا يعني كنوليو حنايا السبب بسبب اللباس ديالنا او لا بسبب. فهذه هي الرساله ديالي، وانه التحرش كاين في المغرب وخصو يحبس وما نبقاوش نلوموا البنت بالباسه المتحرش اللي خصو يتلام. انا صراحه كنقول لانني كنحترم انه المغرب واحد الدوله اللي عندها يعني عندها واحد الدين في كاع لي ديسكور ديالها، كنحترم هادشي، كنحترم لا كولتور تراديسيون، ولكن يعني الاجيال كيتبدلوا مع الوقت. فاش كنمشي انا لشي بلاد اخر راه سورتو في البحر الناس لابسين كيما بغاو، البنات لابسين كيما بغاو، ما كاينش اللي كيديها فيهم. هنايا انا راني لابسه جلابه وكيتحرشوا بيا، دونك كتبقى المشكله في الراجل كيفاش كيشوف البنت يعني. وهادشي علاش انا كنرسم المراه عريانه، حيتاش باغا غير نرد داك لوكو واحد الحاجه عاديه، لان الراجل كدوز حداه المراه واخا لابسه كيما قلت جلابه راه كيشوف فيها كانها شي حاجه غتيرو شي حاجه اللي. فانا كنحاول نغير هادشي. انا طبيعة الحال مع الحريه الفرديه، وهذا الشيء مع الخدمه اللي كندير انه كندافع على الحريه الفرديه. غير هو كما قلت الحمد لله بزاف القوانين كيدافعوا على الحريه الفرديه شحال من حاجه، وين كنبقى دائما في المجتمع في العقليه في التربيه كيفاش الاباء كيربيو ولادهم على انهم الا كان شي حد مبدل خصنا نكرهو خصنا ما نبقاوش اصدقاء معاه، لا صافي خص يكون واحد السلام ونتقبلوا الاختلاف، ماشي شي حد مختلف عليا صافي ما نقدوش نكونوا اصدقاء. انا كما قلت يعني كتبقى حريه فرديه، يعني نحترم الواحد يدير اللي يبغى. ما انا عندي واحد الجمله هو انه ندخلوا سوق راسنا، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، ما حدو ما كيادينيش ما كياديش واحد اخر، فما عندي حتى شي حق انني ندخل في الاختيارات ديالو. في رمضان كيوقعوا بزاف ديال الحاجات، هو واحد الصراحه انا بالنسبه لي هو واحد الشهر اللي خصنا نحترمه، لانني انا كنعرف المغرب كيفاش داير وكنعرف المغاربه كيفاش دايرين، يعني خصنا نحترموا التقاليد ديال البلاد وشحال من حاجه. ولكن انا ضد داك الهجومات اللي كنهاجموا على البنات، مثلا الا كانوا لابسين بحال هكاك اللي باغي ياكل شي حاجه. انا في نظري انه خصنا تو سامبلومون اللي بغى يصوم يصوم، اللي بغى يدير شي حاجه في رمضان يديرها، ما سوقناش، نحترموا الحريه الفرديه ديال واحد اخر والاختيارات ديالو، ما حدو ما كياديني ما كيادي حتى شي حد. فوالا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.